تعال نرجع للنبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. مرة واحد برضه جاء في خمر، فأحد من الصحابة قال أخزاه الله، دعا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. يعني أنت لما قلت أخزاه الله دلوقتي عملت إيه؟ الشيطان أنت قاعد دلوقتي بيضحك بقى ان انت بتنفره، أنت بتنفره؟ أدي أدي واحدة أهو. اتنين، أنت دعيت عليه ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت ممكن بتكون بتسلمه للشيطان دلوقتي. حلوة كده؟ لا طبعا، أنت لو واحد صادق فعلا وعايز تدعو إلى الله عز وجل مش تعمل كده. امال الصح ايه بقى؟ أي بالظبط كده بقى. يلا الصح إيه؟ الصح إن أنا أدعو، لكن وأنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى أخد بالي بقى، أخد بالي إن أنا لا أنفره، وإن أنا أحببه في الدين، وإن أنا أبقى هين ولين وبالراحة، وخده واحدة واحدة. ولو ما اقتنعش بعد ما أنت قلت ادعي له وافضل عامله كويس. لو عملنا كده والله الناس هتحب دين ربنا، والله الناس هتقرب. أنا بفضل أقول دايما كلمة وهفضل أقولها: الناس حابة الدين، بس هي محتاجة حد يدل على الطريق بس. امال ايه بقى الفهم ده جاي منين؟ ان احنا لما نشوف واحد بيعمل مثلا حاجه غلط او بتاع نروح داخلين فيه قفش. وهذكر لك، خلينا نتكلم بامثله. يعني مثلا لو حد شاف بنت مش محجبه مثلا، استغفر الله. استغفر الله، ازاي احنا مش بنقول هنا في هل هي في معصيه او في غير معصيه، بس ممكن يحكم عليها من الالف يعني من كده زي ما بيقولوا دي خلاص مش محترمه عشان نازله مش محجبه مثلا. شفنا مثلا واحد لابس مثلا اللبس اللي هو المتدين فبقى يرتبط مع الناس. انا ايوه هنا ماشي ماشي خلينا نتكلم الله. بصراحة، عادي، ما انا اهو يرتبط مع الناس. لا لا، ارهابي وشديد و فارهابي وشديد وغليظ ايوه صحيح. نشوف واحد مثلا، يعني انا كنت شفت فيلم في مرة، فحد فيه جاي بيجري على شخص، ثلاثة جايين بيجروا، فهي شايفة واحد بدقن وشكله كده، فايه قالت ان هو ده الارهابي اللي هيجي، طلع في الاخر هو ده اللي اه انقذها. شفته صحيح. تمام. فهي الفكرة احنا ليه دايما كده متسرعين في اصدار الاحكام؟ ده كذا وده فلان كذا وفلان كذا وما اختلفش، لا ده فلان كذا وده ايه ده؟ طيب، دي حاجة اللي هي عارف الستيريوتايبنج، اللي هو ان انا بضع الناس في قالب قوالب. معين وابدا ارمي القالب ده على الناس كلها. تمام. يعني مثلا حضرتك اتعاملت مع واحد مثلا ملتحي ووحش، بالظبط. خلاص، فانت تخش تقول انا اتعاملت مع الملتحين، حضرتك اتعاملت واحد ها مع الملتحين والناس دي حرامية ووحشين وانا مستحيل اتعامل معاهم تاني، وفي غاية الشدة والغلظة. فلو سألتك اتعاملت مع كام واحد؟ واحد. هتقولي واحد. اه طب دول عالم حضرتك، دول ملايين، دول ناس كتير. فيهم الكويس فيهم الوحش فيهم النصاب فيهم الطيب زي اي حد.